طيب هذه المرحلة فيها الولايات المتحدة كانت قطبا وحيدا وكان المنظومة الأوروبية ماشية وراء أمريكا، هي احنا بنعمل ايه اللي هم بيقولوا عليه. طيب كويس، أمريكا بتنسحب من المنطقة دي دلوقتي، هي بس هتحافظ لنفسها على نوع من أنواع التفوق الجوي علشان الصدام المقبل وبسرعة مع إيران، الصدام المقبل وبسرعة مع إيران. قول واحد، هتنضرب إيران؟ هتنضرب على طريقة العراق؟ أيوة، ما هو الناس عايشة بقى، عايش بقى زي ما أنت عايز، لكن كل المعلومات بتؤكد أن هناك بيلد أب، في شغل بيتعمل من أجل المواجهة العسكرية الواضحة والمباشرة مع إيران. علشان كده النقطة المركزية اللي اتنقلت لحلف الناتو واللي موجودة في الخليج كانت بداية، القاعدة البحرية اللي موجودة في البحرين بتاعت بريطانيا كانت بداية. وخلينا برضو كمان نقف عند الحتة دي شوية، انت رحت تقاتل إيران في سوريا وتقاتلها مش عارف فين في اليمن ما عادش عندك بديل تاني. وفي اللقاء الأخير بتاع محمد بن سلمان مع الصحفيين ما اتكلم ان الأسد باقي، بس انا مش عايزه يبقى لعوبة في الدين الإيرانيين يعني، ما خلاص.